السلام عليكم أصدقائي. إن شاء الله غنبداو أول تمرين في الأعداد العقدية، الجزء الأول إن شاء الله بإذن الله. المهم نبداو هذا التمرين اللي درتو على أساس لا باز ديال الأعداد العقدية، دونك هادشي اللي غنديرو إن شاء الله. في السؤال الأول غنتكلمو على الشكل الجبري، كيفاش نحسبو الشكل الجبري ونشوفو مع هالمرافق، حيت ملي يكون عندك واحد العدد عقدي في إي في المقام كنحيدوه بالمرافق. هادي من جهة، من جهة تانية غنشوفو كيفاش ننشئو النقط ونعرفو نحسبو المعيار. وفي آخر سؤال درت لكم الشكل المثلثي، يعني جمعت لكم الفقرات اللي درت في الكور، جمعتهم لكم في هاد ليكزيرسيس. دونك على بركة الله غنبداو. قبل ما نبداو ندير لكم واحد التذكير، حيت شحال من واحد كينسى هاداك الشيء. اش كنديرو؟ واحد التذكير. راه التذكير قلنا أول حاجة مجموعة العدد العقدي هي المجموعة السي. مجموعة السي كيكون عندك واحد العدد العقدي زد إيكال أ بلس إي بي، دونك زد إيكال أون جينيرال أ بلس إي بي. دونك هاد الكتابة شنو كنسميوها؟ الكتابة الجبرية. الكتابة الجبرية، ليكريتور الجبريك بالفرنسي. المهم هاد الكتابة الجبرية كيفاش مثلناها أصدقائي؟ كيفاش مثلناها؟ قلنا هنا جزء لي ريال دو زد، هنا لي ايماجينير دو زد. دونك هاد شنو هو الريال شنو الايماجينير؟ الريال هو اللي ما فيهش الاي، هو الا. دونك كنربطو هادي واحد لو بوين ام عندها واحد لحق زد، عندها واحد لحق بوتي زد. دونك ام هي هادي، نعتبرو ام كاينه هنا عندها لحق ديالها زد اللي هو ا بلس اي بي. كيفاش غنمثلو هاد زد؟ الصوره ديال هاد زد يعني اللحق ديال هاد زد. دونك كيفاش غنمثلو؟ عندنا واحد لوريجين، دونك تنديرو الاسقاط هنا كتكون لو بوين ا، يعني قلنا الريال هو الريال، هذا هو الايماجينير. دونك بي فين غيكون؟ ها فين يكون بي. دونك هي هذه. دونك ا بلس اي بي كيفاش كتمثل؟ دابا غنجيو كيفاش نطلق نجبدوا الشكل المثلثي انطلاقا من الشكل الجبري، عندهم واحد العلاقه. دونك الى رسمنا الشكل ديالنا ولا نبقاو في نفس الشكل باش ما نبقاوش نضيعوا لي سباس، دونك درنا واحد المهم عرفنا بالعمده. العمده ما هي الا الزاويه ديال هذه وهذا المحور ديال لي غيال، محور الافاصيل اللي كنسميو حنا محور الافاصيل. هنا كاين واحد بعدا واحد ما ننساش واحد لاباز ديالنا بحال اي جي او ا او 2. دونك ماشي مشكل، ممكن كاين واحد لونغل طيطا هنا، واحد الزاويه طيطا بيتار دي دو بي. هاد الزاويه طيطا قلنا هي لارغيمون دو زيد، طيطا ما هي الا لارغيمون دو زيد. فاش قلت لكم لارغيمون ديال بحال ال ال مزيان. دابا الا قلت لك حسب ليا كوسينيس الزاويه طيطا، دابا ها نتوما من هنا لهنا شنو هي هذه؟ قلنا هذه هي ا، ومن لهنا حتى لهنا قلنا بي، هذا بي وهذه ا. تري بيان. الا قلت لك جبد لي الكوسينيس دو طيطا، كوز دي طيطا هو الدال المحادي على الوتر. المحادي فين هو الدال المحادي؟ هو هذا الدال المحادي، هو هذا. شنو هو ا؟ ا سور هذه هي ار، نضع هذه هي ار. دونك ار ما هي الا او ام، المعيار ديال او ام، حيت المعيار تعطيك مسافه. عقلوا معايا، المعيار تعطيك مسافه. دونك ا هذه المسافه قلنا هي الوتر سور ار. تري بيان. دونك امبليك جبد لي انا ا ايغال ا ار كوس تيتا. تري بيان مزيان. لا ميم شوز بالنسبه للبي، باش غنجبد بي كتمثل الدال المقابل للزاويه ديال تيتا. علاش؟ حيت تيتا هي هادي، دونك هاد تيتا غتكون هي هادي، حيت هادو دو دغوات باراليل. دونك هادو يعني متقايسين، هاد الزاويه متقايسه مع الزاويه. دونك الا قلت لك حسب لي سينيس دو تيتا، هي تيتا سينيس دو تيتا غتعطيك هي الدال المقابل، المقابل هو الوتر، ديال المقابل على الوتر. دونك هي بي سور ار. الا قلت لك جبد لي بي غتقول لي هي ار سينيس تيتا. هادشي راه كديروه في لا ميكانيك في لا فيزيك. دونك دابا اون رومبلاس هاد او بي زد ديال الشكل الجبري، يعني غنعوضو او بي هنايا. دونك زد شنو غتولي؟ غتولي لك هي ا، قلنا هي ار كوس تيتا بلس اي سيريس بلس اي، بعدا بي قلنا هي ار سينيس تيتا بلس اي ار سينيس تيتا. الى عملنا بواحد الار كوس تيتا بلس اي سينيس تيتا، هذا هو ما كنسميوه الشكل المثلثي ديال زد. ترمزوا له رمز اخر اللي هو ار تيتا، تقدر تلقى هذا الرمز. دونك هذه بالنسبه لواحد الملخص، يعني اللي بحيث هاد ار نسيت ما دويناش على هاد ار، هاد غير ما هي الا المعيار ديال زد. قلناها حيت قلنا هذه هي زد، المعيار ديال زد ما هي الا مسافه، ها هي او ام، راه هي زد، هي المعيار ديال زد. بحيث المعيار شنو كيساوي؟ اون جينيرال ا او كاري بلس بي كاري لا غاسين كاري دو ا كاري بلس بي كاري ديال هذا العدد، ديال هذا العدد. هاد او بي تكون سون دي ريال، ا و بي سون دي ريال، دونك ابارتيان ار.
دونك تري بيان. دابا هذا التذكير اللي هو بسيط باش نبداو التمرين ديالنا. عقلوا معايا على هذا الرابيل. دونك غندخلو في التمرين ديالنا باش كلشي يتبع معنا ويمشي معنا في التمرين. دونك عرفنا دابا شنو. دونك اول حاجه نحدو الشكل الجبري للاعداد. نبداو بزيد ا. تري بيان. نبداو بزيد ا ايغال اكوا زيد ا. عندنا ا موان جوج اي لو تو كاري. دونك عندنا واحد ايدونتيتي رماركابل اللي هي متطابقه الهامه رقم جوج. دونك ا موان بي لكل او كاري شحال كتساوي؟ هي واحد اس اثنان ناقص جوج في واحد في جوج هي ناقص جوج في اي زائد بي اس اثنان زائد جوج اي اس اثنان. اطونسي واحد الحاجه في عدد عقدي ديما ردوا لي البال ديما. اي او كاري كتساوي موانزه. فيما تشوف موانزه عرف راه هي اي او كاري. الله يرحم الوالدين. دونك واحد اس اثنان هي واحد جوج في جوج هي اربعه ناقص اربعه اي. دابا حنا كنكتبوا على الشكل الجبري. الجبري قلنا هو ا بيس اي بي. يعني خصني نكتب على هذا الشكل بحيث او بي اعداد. دونك بلس قلنا جوج اس اثنان هي اربعه اي اس اثنان. اي اس اثنان انا نكتبها باش تبان لكم. اي اس اثنان دونك كتعطيك واحد ناقص اربعه اي. هانتوما اي اس اثنان هي ناقص واحد مع الزائده تولي ناقص ناقص اربعه. دونك ا موان كار ا موان كار هي موان تروا موان كار اي. دونك هذه هي الكتابه الجبريه كتبنا على هذا الشكل بحيث ان ا هي ناقص ثلاثه و بي هي ناقص اربعه حيت اللي لاصقه في اي هي بي. دونك هذه هي الكتابه الجبريه. اول حاجه خصكم تكونوا فاهمين. نجيو لزيد دو لا ميم شوز بالنسبه لزيد دو. دونك تري بيان نمسح هاد لافاس نمشيو لزيد دو. دونك زيد دو زيد دو عندنا ايكال جوج ناقص اي سور ان بلس اي. دابا غنتكلمو على لو كونجيغي يعني غنتكلمو على المرافق. دابا الا قلت لك ان زيد ايكال ا بلس اي بي شنو هو المرافق ديالو؟ زيد باقي نرمزو له هو ا موان اي بي. الا قلت لك عطيني المرافق ديال واحد ناقص اي غتقول لي هو واحد زائد اي بحال المرافق اللي كنا قرينا في الجذور المربعه. كنمشيو لاي كنديرو لها كناقص كنديرو لها زائد. ديما نتوقع تبداو الريال عاد الايماجينير يعني تبداو بالعاد اللي ما فيهش اي عاد باش ما ندوخوش. دونك هذه من جهه باش نكملوا. دونك دابا نمشيو لهاد هاد زيد دو. هادشي علاش قلت لكم حيت دابا هاد الكتابه ماشي كتابه جبريه. باش تولي كتابه جبريه كنمشيو للمقام كنحيدو منه الاي يعني كنردو المقام عدد صح طبيعي ومن بعد كنكملوا الحساب ديالنا. يعني خصني نضرب في المرافق ديال هادي باش تحيد لي الاي باش تحيد لي الاي حيت عندنا اي او كاري كتساوي موان زان. دونك اون فا ميتيبلي بار لو كونجيغي. دونك المرافق واحد زائد اي غنضربو في المرافق ديالو اللي هو واحد ناقص اي و حتى في البسط غنضربها نفس الحاجه. دونك غيبقى دابا عمليه النشر جوج في واحد سي دو جوج في ناقص اي ناقص جوج اي ناقص اي زائد اي اس اثنان سور هادي لي دونتيتي روماركابل تروا ا ناقص بي عامل ا زائد بي هي ا او كاري ناقص بي او كاري اللي هي واحد اس اثنان ناقص لو اي اس اثنان. تخي بيان. دونك نحسبو الفوق البسط نحسبو الفوق قلنا اي او كاري شحال كتساوي؟ موان زان هادي ناقص واحد جوج ناقص واحد حيت قلنا اي او كاري ناقص واحد جوج ناقص واحد هي واحد. تخي بيان. ناقص جوج اي ناقص اي هي ناقص ثلاثة اي سير سير واحد اس اثنان هانتوما هادي شحال غتساوي؟ هادي نحسبوها انا واحد ناقص اي اس اثنان قلنا ناقص واحد شنو غتولي؟ واحد ناقص مع ناقص زائد واحد زائد واحد هي جوج. تخي بيان. دونك دابا على عندك ا زائد ب على سي يمكن لك تفرقها هي ا على سي زائد ب على سي. دونك هذا على هذا زائد هذا على هذا. ولا كانت عندك الناقص كدير ناقص هنا ما فيها باس. دونك نجيو هنا غتولي ان هي واحد على جوج ناقص ثلاثة على جوج فوا اي. دونك هذه هي الكتابة الجبرية حيت ا بلس اي بي افيك ا ايكال ان دومي وبي ايكال ناقص تروا دومي. هذه هي الكتابة الجبرية. تخي بيان. ندوزو لاخر مثال باش تفهمو مزيان. ندوزو لزيد تروا. دونك زيد تروا ايكال زيد تروا ايكال جوج اي على اي بلس تروا. اتونسيون واحد الحاجة كيغلطو فيها التلاميذ شنا هي؟ هاد الحاجة هي هنا عندك اي بلس تروا. شنو قلت لكم انا ديما سبقوا ا عاد اي بي ديما سبق للغيال باش ما توقعش في شي ايغور. حيت يقدر شي واحد يقول لي هذا المرافق ديالو اي زائد ثلاثة يجي يقول لي هو اي ناقص ثلاثة. اغلبية ديال التلاميذ داروها في اول مرة هادي باش تعرفوا. دونك لا باش ما نطيحوش في هاد الغلط هادي راه ماشي جوست. دونك شنو خصني ندير؟ هادي نزيد نكتبها على شكل نسبقوا العدد ديالنا هو ثلاثة عاد زائد الاي. اول حاجة كندير. ثاني حاجة كنمشيو نضربوا في المرافق ديال هاد ثلاثة زائد اي كما درنا في المثال السابق. دونك زيد 3 ايكال جوج اي فاش غنضربو في 3 ناقص اي سير 3 زائد اي عامل لي 3 ناقص اي. دابا علاش كنضرب في المرافق باش يتحيد لي هاد الاي؟ والاي شكون اللي كتحيدو؟ هي الاو كاري.
ومي كنضرب في المرافق شنو كنطيح في الموت الطابقه الهامه رقم 3 هي اللي كتحط تحيد هي الاي دونك زيد 3 ايغال انشر البسط 2 اف 3 هي 6 اي دونك 2 اي في ناقص اي هي ناقص 2 اي اس 2 تري بيان دونك سير هنا لي دونتيتي رماركابل ديالنا ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي هي ناقص اي او كاري تري بيان دونك دابا غنكملوا الحساب ديالنا قلنا اي اس 2 هي ناقص 1 مع ناقص تولي زائد دونك شنو تولي هي 1 زائد 6 اي سير 3 اس 2 هي 9 هنا قلنا اي اس 2 هي ناقص 1 مع ناقص غتولي زائد 1 دونك غتولي عندك هي 1 زائد 6 اي سير 10 دونك مزيان دابا غنفرقوا هنا بعدا باش تفهموا شنو درت 1 زائد 6 اي شحال واحد ما يفهمهاش اش درت صبقت ديما العدد حيت قلنا شنو هنا شنو درت 2 هنا على طونسيون ديال 6 اي ناقص 2 في ناقص 1 هنا في ناقص 1 هي 2 ها نتوما ناقص 2 اي اس 2 شحال تعطيني هي ناقص 2 في ناقص 1 حيت اي اس 2 هي ناقص 1 هي 2 هي 2 تري بيان هي 2 زائد 6 اي هي 2 زائد 6 اي تري بيان دابا هنا كاينه 2 ما كايناش 1 دونك نفرقوا فينالمون نفرقوا هنا زائد 3 ايغال 2 على 10 هي 1 على 5 ها زائد 6 على 10 تندير 2 على 10 واختزلت اون ميم طو تندير الاختزال زائد 6 على 10 6 مقسومه على 10 6 ما نخليهاش هكاك نقسموا على 2 غتولي 3 ياك 10 الا قسمنا على 2 غتولي 5 اختزلنا فوائد هذه هي الكتابه الجبريه هذه هي الكتابه الجبريه اللي كنقلبوا عليها اللي شرحت لكم دونك دابا سالينا مع الكتابه الجبريه نجيو لانشاء النقاط انشاء النقاط راه درتو لكم في التذكير دونك انشاء النقاط التاليه دونك نمسح هذا الشيء دونك ثانيا قالك انشئ النقاط عندك 1 زائد اي زائد ا ايغال 1 زائد اصدقائي تقطع الفيديو دونك حسبنا اول حاجه قلت لكم اول حاجه تحسبوا هو المعيار ديالك اللي بغيتي تحسب له شكل مثلثي علاش اصدقائي علاش وما نتوما غتشوفوا علاش حيت قلنا زيد شكل مثلثي ديالها هي ار اون جينيرال كوس تيتا بلس اي سينيس تيتا وشنو قلنا هاد ار هاد ار هي المعيار ديال زيد يعني الا بغيت باش نعرف باش غنعمل خصني نمشي نحسب المعيار ها هو دابا انا هو جدار جوج بالنسبه لزيد ا دونك ا زيد ا شحال كتساوي زيد ا شحال كتساوي دونك غنعملو بجدار جوج شنو غيبقى غنعملو بجدار جوج شوفوا معايا عندنا زيد ا شحال كتساوي هي 1 زائد اي الا عملنا بجدار جوج غنقسم على جدار جوج هنا غتولي 1 على جدار جوج حيت الا ضربنا هذه في هذه غتعطيني واحد ديما باش عملت باش كنقسم زائد هذه فاش مضربه في واحد حتى هي واحد على جدار جوج في اي تري بيان دابا نجيو هذه ما خصناش نخليوها بحال هكا حيت ما عارفينش الزاويه ديالها ما معروفاش دونك زيد ا ايغال هي جدار جوج عامل الا ضربنا هنا في المرافق عندك واحد على جدار جوج شنو هي هي جدار جوج على جوج حيت الا ضربتي هنا في جدار جوج وهنا في جدار جوج غتلقى هذه تري بيان هي جدار جوج على جوج زائد زائد جدار جوج على جوج فوا اي تري بيان دونك نكملو دابا اول حاجه خصكم تعرفوا الزوايا راه درت لكم الدائره المثلثيه درت لكم الدائره رجعوا لها الا ما شافهاش الا ما شفتيهاش راه غتلقى مشكل شنو هي الزاويه اللي كتعطينا جدار جوج على جوج شنو هي الزاويه اللي الكوس ديالها كيعطينا جدار جوج على جوج حيت قلنا هذا تيكون كوس وهذا اللي لاصق في اي كيكون سين دابخي هذه الشكل المثلثي اللي ما فيه والو هو الكوس المهم هنجيو الدائره المثلثيه ديالنا ها نتوما عندك هنا عندك هنا بي على 6 هنا بي على 4 هنا بي على 3 قلنا هنا 1 على 2 هنا جدار 2 على 2 هنا جدار 3 على 2 هذا التذكير بالنسبه لهذا الربع دابا شنو هي شنو عندي جدار 2 على 2 فين هي جدار 2 على 2 هاي فين هي هذه جدار 2 على 2 شنو هي الزاويه ديالها حتى هذا هو الكوسينيس هذا هو السينيس دونك يعني كوس بي على 4 هي جدار 2 على 2 دونك هي جدار 2 عامل زائد ا شنو تساوي هي جدار 2 عامل كوس بي على 4 زائد اي اجي نشوفوا السينيس هاد بي على 4 شنو هي السينيس شنو هي المهم عندك هنا 1 على 2 هنا جدار 2 على 2 وهنا جدار 3 على 2 اللي فوق جدار 2 على 2 دونك سينيس بي على 4 هي جدار 2 على 2 بلس اي سينيس بي على 4 دونك هذه هي الكتابه المثلثيه ولا الشكل المثلثي هذه هي الشكل المثلثي ديال زيد ا هذه عندك كتابه اخرى بغيتو تكتبوا كتابه اخرى يمكن لك تجي دير هنا هذه هي جدار 2 وبي على 4 هاك جدار 2 بي على 4 هذه هي الكتابه ديالها
في التمرين اللي درنا التمرين الاول مطلب منا تحسب غير زيد الشكل المثلثي ديالها. احنا سالينا التمرين الاول ان شاء الله نتلاقاو في ان شاء الله في الفيديو الجاي مع التمرين الثاني اللي غيكون تري امبورطون غيكون مهم جدا تمهيدا للامتحان الوطني. غيكون التمرين الثاني تمهيد الامتحان الوطني ان شاء الله. بون شونس لكم وتلاقاو في الفيديو الجاي.